اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاولى من كان مصر 2019. والنهارده عامل لكم كواليتي كده لعدد من الفقرات، سواء فقره فنيه، فقره اخبار، فقره كمان تحليليه رقميه، سواء للبطوله الافريقيه او حتى لمباريات النادي الاهلي في الدوره او في المعسكر في مدينه اليكانتي في اسبانيا استعدادا للموسم الجديد. في البدايه برحب بدكتور احمد ثابت، محلل الاداء الرقمي ومحلل الاداء بالنسبه لفريق النادي الاهلي هنا في قناه النادي الاهلي. دكتور احمد برحب بيك. محمد اهلا بيك، ودايما منور ومتالق كده. الله يخليك يا رب. محضر لنا ايه؟ اول حاجه عايز الاول اتكلم على سياسه التعاقدات في النادي الاهلي تحديدا في الصيف ده. بصراحه سياسه يعني ممتازه جدا، عوده سياسه التعاقدات بتاعت زمان، بتاعت بصراحه ايام كابتن حسن حمدي. اولا سريه تامه في المفاوضات، كل يوم تصحى تلاقي ايه على المواقع، خبر الاهلي يتعاقد مع مين، مش عارف الاهلي يتعاقد مع مين، بعدين فجاه تلاقي النادي الاهلي بيتعاقد مع ايه، يجدد اعاره رمضان صبحي. على فكره تجديد اعاره رمضان صبحي ده مش امر سهل، يعني مش زي ما الناس فاكره ان انت هتجدد، لا الزمالك فعلا كان بيكلم رمضان صبحي، والنادي الاهلي نجح في تجديد اعاره رمضان صبحي. دي اول حاجه. تاني حاجه صفقه اليو ديانج، الناس عرفتها امتى؟ الناس عرفتها ليلتها لما امير توفيق سافر، عرفوا من المواقع الجزائريه، من قناه الهداف. اه طبعا. فالسريه تحسب اولا لمجلس الاداره، لجنه الكوره، الثعلب الصفقات كابتن المهندس عادل القيعي، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي، امير توفيق مدير الصفقات او رئيس لجنه التعاقدات، بيشتغل برضو بدون شو اعلامي، فبصراحه يحسب ليهم في الفتره دي، وباذن الله يعني ربنا يوفقهم في الصفقات اللي جايه ان شاء الله. يكون كمان في الملعب في فايده بقى ايجابيه للمرحله القادمه.